بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. فضيلة الدكتور، حديثنا عن الأخوة، فهل من تقسيمات لهذه الأخوة؟ يعني هل نحن نخص الكلام عن الأخ النسبي الشقيق أو الأخ في الله أم غير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ جميل، الأخوة أنواع، أعلاها الأخوة الإنسانية، لأن الإنسان أخ للإنسان، والله عز وجل خلق البشر من نفس واحدة، من خصائص واحدة، فلذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. فهناك أخوة راقية جدا هي الأخوة الإنسانية، وفي شعوب قوية جدا يعني قادتها يهتمون بشعبهم فقط، يهيئون لشعوبهم أعلى مستوى من الحياة، لكن شعوبا أخرى يدمرونها، يقصفونها، يحرمونها من وسائل الحياة. فأنا لا أحترم إلا الاتجاه الإنساني، لأن الإنسان حينما يهتم بمن حوله ويبني مجد من حوله على أنقاض الآخرين، على أنقاض الشعوب، وأية أمة قوية تبني قوتها على إضعاف الآخرين، وتبني غناها على إفقار الآخرين، وتبني أمنها على إخافة الآخرين، هذه أمة لا تنتزع إعجابنا، ليست إنسانية. الإسلام إنساني. لا يؤمن أحدكم، كأن هذا ارتبط بالإيمان، حتى يحب لأخيه في الإنسانية ما يحب لنفسه. هذا ملمح واضح جدا من هذا الحديث الشريف. يؤكد هذا المعنى حديث آخر: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. حديث ثالث: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. وكلها ألفاظ مطلقة. كبرت خيانة أن تحدث أخاك. أخاك يجب أن نأخذ معناها المطلق، المطلق على إطلاقه، أخاك في الإنسانية، حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. بالمناسبة، هناك حديث يقسم الظهر، يقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فإذا خان أو كذب ليس مؤمناً. ليس مؤمناً أصلاً. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، لأن المؤمن لا يكذب، قد تغلبه شهوته لكنه لا يكذب، قد يقع تحت ضعف نفسي لكنه لا يكذب. إذاً هذه الأحاديث مطلقة، يعني حينما يقول النبي الكريم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. شيء آخر: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ سبحان الله. يعني أنت حينما ترعى أخاك كائنا من كان، تخفف عنه، تعينه، تطعمه، تعالجه، ترشده، تحتويه، تلبي رغبته، تغيث لهفته، أنت إنسان عند الله عظيم، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.
يعني هناك أحاديث كثيرة ومطلقها على إطلاقه. وأوضح حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإسلام إنساني، ويقابل الإنسانية العنصرية. العنصرية أمة أو دولة أو جهة أو قبيلة أو عشيرة أو فرد حينما يرى له ما ليس لغيره، وحينما يرى على غيره ما ليس عليه، هذا عنصري. أقول لك كلمة وهذه قناعتي: ما دام هناك عنصرية في الأرض، ما دام هناك شعوب قوية ترى لها ما ليس لغيرها، وترى على غيرها ما ليس عليها، فالعنف لا يقف. هي حقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ساق له بعض الأنصار رجلاً دخل بستانه وأكل من دون إذنه وعده سارقاً، ماذا قال له النبي؟ هل أطعمته إن كان جائعاً؟ وهل علمته إن كان جاهلاً؟ في هذا النص ملمح رائع، النبي الكريم عالج المشكلة من أسبابها. هل هناك الآن في العالم من يفكر في معالجة مشكلة العنف من أسبابها؟ هذا الذي هدمت بيته وجرفت حقله وردمت بئره وقتلت أباه وأمه، أيعقل أن يبقى هكذا ساكناً وديعاً لك؟ قبل أن تقول هذا إرهابي، هل بحثت لماذا كان كما تصفه أنت؟ يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن مقومات حياته. فالعالم لا يمكن أن ينجح إلا إذا أعاد المشكلات إلى أسبابها. فضيلة الدكتور، إذا نحن لا نتكلم في الأخوة في الله، لا نتكلم في عنصرية، يعني هذا الإيثار، هذا النفع، هذا الصدق، عيادة المريض، إطعام الجائع، كل ذلك من حقوق الإنسان على أبداً الإنسان. أبداً أبداً. فما بال إذا حقوق المسلم على المسلم؟ من باب أولى. يعني أقول لك هذه الكلمة: لك جار، لك جار، أي إنسان له عليك حق الجوار. شوف، فإذا كان مسلماً له عليك حقان. فإذا كان قريباً له عليك ثلاثة حقوق: سبحان الله، حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. إذاً أنا أقول هناك حق لأي إنسان كائناً من كان، فكيف إذا كان هذا الإنسان مؤمناً؟ له عليك حقان. صحيح. فكيف إذا كان قريباً؟ له عليك ثلاثة حقوق: حق الإنسانية، وحق الإيمان، وحق القرابة. إذاً هناك أخوة إيمانية. هل لنا أن نتحدث في هذه الأخوة الإيمانية بعد أن أثبتنا تلك الأخوة الإنسانية؟ نعم. بيني وبين أخي الإنسان كان دينه ما كان. نعم، الحقيقة الآية الأصل في هذا: إنما المؤمنون إخوة. نعم. وفي ملمح دقيق جداً: نعم، ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمناً. الإيمان ليس فقاعة صغيرة، الفقاعات الصغيرة لا ينتمى إليها، ينبغي أن تنتمي لمجموع المؤمنين. والإسلام ليس خطاً رفيعاً، إذا خرجت مليمتر عنه خرجت عن الدين. نعم. الإسلام شريط عريض جداً، في يمين وفي يسار، كلهم على العين والرأس ما دامت عقيدتهم سليمة والسلوك مستقيم. لا يحق لأحد أن يقول أنا الإسلام، لا، الإسلام شأنه عظيم، أنت تنتمي إليه فقط. إذاً الأخوة الإيمانية كبيرة جداً. ومرة ثانية وثالثة أؤكد لماذا؟ لأن هناك انتماء إلى فقاعات صغيرة. نعم. يقول لك: هذا ليس من جماعتنا. من أنت؟ أنت ينبغي أن تنتمي إلى جماعة المؤمنين عامة. نعم. جماعة المؤمنين عامة. لذلك الأخوة الإنسانية أصل في إسلامنا، وبعدها الأخوة الإيمانية، وآيتها الأساسية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم. الآية الثانية: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحان الله. يعني شيء دقيق جدا، أن المودة والرحمة بين المؤمنين
هي من خلق الله عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن نحن مع أخوة إيمانية لها شأن كبير. نعم دكتور، إن ثبت أن المسلم أخو المسلم فلا بد من خصائص لهذه الأخوة، ولا بد من حقوق على الأخوين، فما هي هذه الخصائص؟ الحقيقة أن هناك خصائص متميزة تخص مجتمع المؤمنين. من أولى هذه الخصائص التناصح، فالمؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. المؤمنون يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قضية الإيثار أحد أكبر خصوصيات المؤمن، يؤثر أخاه بكل شيء. شيء آخر، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص لا يخترقون. حينما ينصر الضعيف يتماسك المجتمع. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالمؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ويصعب أن يخترقوا. شيء آخر، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني في تواصل، في تواصل عضوي بينهم. شيء آخر، من خصائص مجتمع المؤمنين الألفة بينهم. فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال بعض علماء التفسير: يجعل الله ودا فيما بينهم. فالمودة والرحمة بين المؤمنين من خلق الله عز وجل، وهذا شيء واضح جدا. لا ترى في الأرض من هو أقرب إليك من المؤمن، لأنه نقاط اللقاء كثيرة جدا. شكرا لكم فضيلة الدكتور، وأحسن الله إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين.